ان الحادثه وقعت حوالي 1:30 ديال النهار. الحمد لله ربي استر ان الشارع هذا كيكون مكتظ بالتلاميذ اللي كيمشيو للمؤسسه التعليميه خاصه هنا. الحمد لله ما كانوش، ولكن كانوا ناس مساكن اللي باركين في السيارات ديالهم، وناس خدامين طاح عليهم الحياه في السيارات ديالهم، توفى وجد الناس، وواحد السيده كانت حامله راه مشات في المستعجلات، توفى واحد الوليد هو تلميذ كان دايزو صاحبه طاحت عليه حجره توفى. هذا امر الله. النتيجه ديال هذا الشيء هو ان الحيط كان مركين عليه بهذا العلف اللي كاين هنايا، وعدم التزام عدم احترام بزاف المعايير يعني اللي هي ادت لهذا التسقط ديال هذا الحائط هذا. يعني هذا الفروش متقادم يعني لسنوات؟ هو صار متقادم بزاف، تقريبا راه من الستينات ولا من السبعينات، وكاين ديبو هنايا كيديروا فيه ستوكاج ديال العلف، هو اللي ما يعني يكون خلاو العلف بعيد على الحيط كان شويه غادي يصيب يعني ربما الكميه اللي كتكون الكميه ومع الشتا اللي صبات هي عاونت في ذاك التدافع ديال ذاك المنتجات اللي عندهم هنايا. ونتمناو الرحمه للناس اللي توفوا، وانا لله وانا اليه راجعون.